يا عالم، عم بقصفنا الطيران الروسي. انتم ما معكم خبر. هو آخر ما قالت أم سامر مواجهة نداءها للإنسانية جمعاء بعد أن فقدت أبنائها الثلاث والذين هتفوا للحرية والعدالة في زمن الأسد وآله أجمعين. أم سامر الأم الثكلة كانت على مر الأيام تزور قبور أبنائها الثلاثة، حتى يوم أمس أصبحت راقدة بينهم تحت التراب بعد أن استهدف الطيران الروسي منزلها بدرع البلد بصواريخ شديدة الانفجار، وارتكب خلالها الروس مجزرة مروعة راح ضحيتها 11 مدنيا من بينهم عائلة كاملة بالإضافة لعشرات الجرحى والمصابين. نساء وأطفال هم ضحايا طيران روسيا الحديث وقنابلها الذكية وبراميل الأسد وحقد الطائفية الإيرانية، وكل ذلك يحدث تحت ذريعة مكافحة الإرهاب. فهل يا ترى كانت أم سامر وأبناؤها الثلاثة هم الأخطر على نظام الأسد وحلفائه كي يصبوا نيران أسلحتهم عليهم ويتغاضوا عن وجود داعش بحوض اليرموك يسرحون ويمرحون فوق دماء المدنيين؟ هنا السؤال. لكن بشار يتلقى إن شاء الله، يجبر قلبه مثل ما جمر قلبي.